عايز تاكلها من السندوتش بتاعك؟ ينفع ناكلها جبنه؟ يا نهار ابيض البط عايزه تدخل هنا. الصراحه عندي امل كبير النهارده ان انا الحق اصور قبل ما الدنيا تمطر. هي دلوقتي في الويذر بيقولوا 70%. حاجه من اصعب الحاجات انك لما تيجي تصور تلاقي المايك فصل. المايك فصل، عشان كده نحطه على الشاحن على امل ان احنا خلال 10 دقايق على ما نوصل المكان اللي احنا فيه يكون اشتغل. يلا بينا ننطلق. اخيرا اخيرا وصلنا سريعا الحمد لله. وتعالوا نشوف المايك بتاعنا ده هيشتغل. طيب حلو، يعني حلو يمشي حاله. تعالوا نروح كده نبص هناك نشوف ايه. وهو ده اخيرا، بس مش عارف ليه كل ما باجي بلاقي البحر ايه خلصان. هتواجهنا مشكله كبيره دلوقتي، ان الدنيا كانت بتمطر والبتعدي ما مدلوله ربع جنيه مصري. انا عايز اقول لكم ان ربع جنيه مصري ده هو اهم حاجه في التصوير كله، لاني بربط بيه البتاع دي. شكرا لربع جنيه اللي عايش معايا. نيوزيلندا في الأساس هي عبارة عن مستعمرة بريطانية، ومع الوقت نيوزيلندا تحررت أو أعلنوها دولة، وبعدين قلت صلاحيات البريطانيين واحدة 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 لحد ما بقى في برلمان ودستور وبقى في البلد اللي اسمها نيوزيلندا. وعلى مدار الوقت من ساعة ما كانت نيوزيلندا مستعمرة ولحد ما بقت دولة كان في علاقات اقتصادية قوية جدا بينها وبين بريطانيا، لدرجة إن في سنة 1955 كانت نيوزيلندا بتصدر تقريبا 65% من كل صادراتها لبريطانيا. وفي وقت من الأوقات كانت بريطانيا بتاخد من 80 ل 100% من صادرات الالبان واللحوم من نيوزيلندا. ولكن للاسف الكلام ده اتغير اول ما بريطانيا دخلت الاتحاد الاوروبي، وده تقريبا كان سنه 1973. قلت صادرات نيوزيلندا لبريطانيا بصوره كبيره جدا جدا، لدرجه ان هي بقت تقدر ب 6.2% من اجمالي الصادر بتاع نيوزيلندا. وبالتالي بدات نيوزيلندا توسع علاقاتها التجاريه مع دول ثانيه. ولكن ايه علاقه كل الكلام ده بعنوان الفيديو بتاعنا؟ تعالوا نتكلم شويه. في اعلان هو الاقرب الى قلبي في اخر سنتين فاتوا من ساعه ما الكورونا بدات، طلعت رئيس الوزراء جاسيندا واعلنت ان نيوزيلندا ابرمت اتفاق تجاره حر مع بريطانيا. وعلى حد تعبيرها ان اتفاق التجاره اللي عقدناه ده هو واحده من اهم الصفقات الاقتصاديه اللي نيوزيلندا ابرمتها على الاطلاق. I am delighted to announce today that following a conversation with Prime Minister Johnson last night, New Zealand and the United Kingdom have agreed in principle an historic, high quality, comprehensive and inclusive free trade agreement. خصوصا ان هو جاي خلال مرحلة تعافي البلد من الكورونا او تفشيها تاني مع موضوع الدلتا ده ما نعرفش، ولكن هي الفكرة ان التوقيت ده توقيت جميل جدا، لان الوضع الاقتصادي نازل 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 قوي، وبعدين فجأة جه الاعلان ده. والتعاقد ده بصورة بسيطة هيشيل من على نيوزيلندا رسوم جمركية كانت فرضاها بريطانيا، زي ما اي دولة بتفرض رسوم جمركية على الحاجات اللي داخلة بلادها. والاتفاق ده هيكون اضافة كبيرة جدا للمستثمرين او للمصدرين في نيوزيلندا. ومن اول ما الاتفاقية دي تدخل في حيز التنفيذ فتقريبا 97% من المنتجات اللي بتتصدر من نيوزيلندا لبريطانيا هيتشال من عليها التعريفة الجمركية في الحال. وبعض المنتجات التانية هتاخد شوية وقت لحد ما يشيلوا التعريفة الجمركية عنها خالص. وده هيتم على ثلاث مراحل. المرحلة الاولى وهي من يوم ان هم يمضوا التعاقد ده، فزي ما قلنا 97% من المنتجات هيتشال من عليها التعريفه الجمركيه زي العسل والكيوي فروت اللي هو الكيوي بتاع نيوزيلندا مش الكيوي اللي انتوا عارفينه بيسموه الجولدن كيوي، وكمان سمكه الهوكي المشهوره قوي هنا في نيوزيلندا. ده كان المرحله الاولى. اما المرحله الثانيه واللي هتتنفذ بعد 3 سنين من تاريخ امضاء الاتفاقيه، هيبداوا يشيلوا التعريفه الجمركيه تماما عن التفاح وبلح البحر اللي هي المسلز وكمان بعض منتجات الالبان. اما المرحله الثالثه هيكون فيها ازاله الرسوم الجمركيه عن الزبده والجبنه. والمرحله الاخيره واللي هتطول على مدار 15 سنه من تاريخ ان هم مضوا الاتفاقيه هيكون اللحوم، لحم الخروف ولحم البقر. فعلى مدار ال 15 سنه الجايين هيبداوا يفتحوا الكوتا بتاعه تصدير اللحوم لبريطانيا، كل سنه بينضاف جزء للكوتا اللي هي بتخش بدون رسوم جمركيه، الى ان نصل الى 100% بدون رسوم جمركيه بعد 15 سنه.
وعلى الجانب البريطاني فمن تاريخ امضاء الاتفاقية دي فكل المنتجات المتصدرة من بريطانيا لنيوزيلندا هتكون معفاة تماما من الرسوم الجمركية. وكده كده اصلا تصدير بريطانيا لنيوزيلندا منتجات قليلة جدا. ولما تم ابرام الاتفاق ده عملوا مكالمة فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا. ورئيس الوزراء البريطاني كان سعيد جدا بالموضوع ده. ولكن رئيس الوزراء النيوزيلندية في بداية المكالمة قالت له مش معنى ان احنا مضينا اتفاقية ان احنا هنقول ان الفريق بتاعكم هيكسب على الفريق بتاعنا في الرجبي، فلازم نكون متفقين مبدئيا ان فريقنا اول بلاكس هو اللي هيكسب عليكم. الصراحة الكلمة دي يعني كانت لمحة جميلة. المهم ان هو قال الاتفاقية دي هي بمثابة الكريزة اللي اتحط على تورتة العلاقات الوثيقة بين البلدين اللي بقالها زمن طويل، خصوصا وان وفقا للمفوضية العليا النيوزيلندية في لندن بتقول ان بريطانيا هي اكتر الدول في العالم بتصدر سياح لنيوزيلندا. وفي دراسة كانت اتعملت تقريبا في سنة 2001 كانت بتقول ان 47% من سكان لندن هم على الاغلب ناس مولودين في نيوزيلندا وبعدين قرروا ان هم ينتقلوا للعيشة والاستقرار في لندن. ولكن في ناس زعلت من الاتفاق ده. حزب العمال البريطاني واتحاد المزارعين في بريطانيا متضايقين جدا من الاتفاق ده، وشايفين ان الاتفاق ده هيكون مجحف للفلاحين والمزارعين وللمنتجات البريطانيه اللي بتتباع جوه بريطانيا، وان ده هياثر على جوده المنتجات، وان المنتجات النيوزيلنديه دي منتجات معدل للتصدير فهتكون اي كلام، فهتقلل من جوده المنتجات بصوره عامه في البلد. ولكن هي المشكله ان الموضوع ده هيضغط عليهم ضغط جامد في الحقيقه، لان هم هيحتاجوا ان هم يرتقوا بمستوى المنتج بتاعهم لان هو يوصل لدرجه المستوى النيوزيلندي. فهو بقى لازم يركز في ان هو ياكل الخرفان بتاعته والبقر بتوعه اكل نظيف عشان يقدر يبيعه وينافس مع المنتج النيوزيلندي. ولكن السؤال بقى هي ليه بريطانيا بتعمل كده؟ يعني بريطانيا مش محتاجة ان هي تروح تمضي اتفاقية مع نيوزيلندا، وخصوصا ان دي مش اول اتفاقية هي تمضيها، بالعكس ده احنا نفس الاتفاقية دي اتمضت مع استراليا قبل ما احنا نمضيها. فليه بريطانيا تعمل حاجة زي كده تقلل من الدخل اللي كان داخل لها من الجمارك وتدخل منتجات اكتر على بلادها وتحط منتجات بلادها في خطر ان المنتجات اللي جاية من نيوزيلندا او من استراليا تغطي على منتجات بلادهم والانتاج المحلي. وكده كده زي ما قلنا حجم الاستيراد النيوزيلندي من بريطانيا قليل جدا، يعني بريطانيا مش هتستفيد حاجه لما تجيب لنا منتجات لنيوزيلندا معفيه الرسوم الجمركيه. فليه بريطانيا اصلا ساعدت في الموضوع ده؟ في الحقيقه بريطانيا من ساعه ما خرجت من الاتحاد الاوروبي من موضوع البريكزيت وهم بيحاولوا ان هم ينموا العلاقات الاقتصاديه بينهم وبين دول تانية، لان زي ما قلنا في البدايه خالص ان بريطانيا اول ما دخلت الاتحاد الاوروبي الواردات بتاعتها من نيوزيلندا قلت جدا 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 بحكم ان هي خلاص بقت في الاتحاد الاوروبي، فلازم تتعامل مع الدول في الاتحاد الاوروبي وتاخد منهم، وكان في اتفاقيه تجاره حره فعلا ما بينهم. ولكن دلوقتي الموضوع اختلف. ولكن هنا بقى يجي راي المحللين. الناس شايفه ان بريطانيا عملت اتفاقيه مع نيوزيلندا ومع استراليا مش عشان جمال عيونهم، بريطانيا بتحاول تدخل في اتفاقيه تجاره اكبر اسمها CPTPP اسمها الكومبريهنسيف اند بروجريسيف اجريمنت فور ترانس باسيفيك بارتنرشيب، اسمها بالعربي اتفاقيه الشراكه الشامله والتقدميه عبر المحيط الهادي. صراحه اسمها رهيب. الاتفاقيه دي هي اتفاقيه بين بقى اسمع بقى الدول دي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافوره وفيتنام. وتعتبر الاتفاقيه دي واحده من ثالث اكبر الاتفاقيات التجاريه او التجاره الحره في العالم بعد الاتفاقيه الحره اللي موجوده في شمال امريكا وبعد اتفاقيه الاتحاد الاوروبي. فعشان كده يا عزيزي بريطانيا قررت ان هي تمضي مع نيوزيلندا الكلام ده. لو حاسس الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لك عايزك تنزل تحت وتعمله لايك، ولو حابب ان انت تتفرج على فيديوهات اكتر انزل اعمل سبسكرايب وشغل زرار الجرس عشان دايما يجيلك كل جديد، وعشان كمان الدنيا بدات تمطر وعلى الاغلب انا لازم امشي. ولكن قبل ما امشي هسيب لكم بلاي ليست في اخر الفيديو. البلاي ليست دي اسمها خليك مستعد، هتلاقي فيها كل المعلومات وكل الحاجات اللي انت محتاج تعملها وانت جاي لنيوزيلندا. لما تركب الطياره تعمل ايه، تاخد معاك ايه على الطياره، لما توصل المطار ايه الحاجات اللي تقول ان هي معاك، هتجيب اكل ولا لا، وكمان كل التطبيقات اللي انت هتحتاجها اول ما تتواجد في نيوزيلندا. فروح على البلاي ليست واتفرجوا عليها وقولولي رأيكم فيها ايه. ولحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله اسيبكم بخير وسلام عليكم.